بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن انطلاق فعاليات مدينة المهرجان بحلبة البحرين الدولية، حيث تعد المدينة الفعالية الرئيسية ضمن النسخة الخامسة من مهرجان البحرين للتسوق البحرين تتسوق. ربما لم تكن على سبيل إبداء الرأي وصف العبارات ونسجها فقط، فهي مدينة ترفيهية متكاملة جالت الخارطة السياحية العالمية والإقليمية لتكون صورة حية لأجواء المتعة والترفيه في مكان واحد. فبالتأكيد نحن نتحدث عن مدينة المهرجان التي تأتي ضمن النسخة الخامسة من فعاليات البحرين للتسوق البحرين تتسوق. هذه السنة كان القرار أن نقل المدينة إلى جنب حلبة البحرين الدولية، لذلك لكون المساحة هنا أكبر تقريبا 22 ألف متر، تعد أكبر فعالية قمنا بها في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وتميزت السنة بتنوع الألعاب اللي فيها، بتنوع أيضا الأكل والمطاعم، المسرح أكبر، وفيها بسبب حكم المكان يعني ممكن بإمكاننا أن احنا نستقبل عدد أكبر من الزوار. المدينة مستمرة لـ 17 يوم لتاريخ 2 فبراير يوميا من الساعة 4 ولـ 11 في الويكند ولـ 10 في الأيام العادية. السنة اللي فاتت استقطبنا أكثر من 70 ألف زائر، فمتوقعين السنة بما أن المساحة كبيرة والفعاليات داخل المدينة أكبر، نتوقع أن في نمو في عدد الزوار أكثر إن شاء الله. تضم مدينة المهرجان التي ستستمر على مدار أسبوعين مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية العائلية الملائمة لجميع الأعمار، بالإضافة إلى ألعاب الكرنفال والملاهي والجوائز والسوق الخارجي، إلى جانب العروض الحية الشيقة والسينما الخارجية. حاليا مشاركين نحن في مهرجان تسوق اللي ما شاء الله عليهم هيئة السياحة ما قصروا والله رتبوا لنا اياه، هاي تكون لي انا تقريبا ثاني مشاركه وياهم. طبعا اول مشاركه لنا في المهرجان ونشوف ان شاء الله المشاركه جميله وموفقه. طبعا المهرجان مناسب لجميع الفئات العمريه، هاي المهرجانات تشكل لنا دافع كنا كبحرينيين حق المشاركه في المهرجانات القادمه ان شاء الله. هذه ثالث مره انا احضرها، ثالث سنه. طبعا كالعاده المكان حلو، شيء مختلف، ألعاب، أكل، فصراحة كل سنة احنا نستانس والأطفال بعد نفس الشيء. وضع الأجواء مثل ما تشوفون وايد حلوة، المطاعم، الحفلات، الأكتيفيتيز، المسرح، المطاعم متنوعة اللي ما نقدر يعني مثلا نشوفها برا تشوفونها هني. بالإضافة إلى الأجواء الاحتفالية المرحة بفضل العروض الموسيقية التي يقدمها عدد من الفرق المحلية المبدعة، تقام فعاليات مدينة المهرجان هذا العام على مساحة 22 ألف متر مربع، ويشمل بها سوق خارجي فيه مجموعة متنوعة من المشاركين، حيث يضم أكثر من 30 منفذا لبيع الأطعمة، بالإضافة إلى 10 مشاريع بحرينية تتغير بشكل أسبوعي. ضمن فعاليات مهرجان البحرين للتسوق، تعود مدينة المهرجان بحلتها الجديدة للنهوض بمكانة البحرين السياحية محليا وإقليميا وعالميا. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.